السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محسن إلكترو. درسنا لهذا اليوم هو تحميل لعبة برو إيفوليسيون 2018 مدموجة بباتش للعبة برو إيفوليسيون 2020، وهي من فريق سولو جايم. فقد قام هذا الفريق بوضع لعبة مدموجة بباتش برو إيفوليسيون 2020 على شكل ملفات بيكاجي كما ترون. هي ملفات البيكاجي، ستجدون روابط هذه الملفات في الموضوع أسفل الفيديو، وكذلك ستجدون ملف خاص بانتقالات اللاعبين وكل شيء. هو هذا الملف، سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو. صافدة نقوم بفك الضغط عليه هكذا ويعطينا هذا الملف. نقوم بتحميل هذه الملفات على USB مفرمطة على فات 32. نقوم بتحميل هذه الملفات على USB مفرمطة على فات 32 كما ترون. توضع الملفات البيكاجي هكذا في أول USB. هذه الملفات الخاصة باللعبة. للأعضاء الذين لديهم اللعبة برو إيفوليسيون 2018 مثبتة على جهاز PlayStation 3 لا يقومون بتحميل هذا الملف، فقط يثبتون هذا الملف الثاني والثالث والرابع والخامس كما سوف ترون في الشرح. فأنا عندي برو إيفوليسيون 2018 مثبت على الجهاز. للعلم أن هذه البرو الخاصة بهذا الفريق لا توجد عليها اللغة العربية ولا التعليق بالعربية، لذا لا تقومون باستبدال البرو التي عندكم بهذه إلا إذا لم تكونوا تتوفرون على برو إيفوليسيون 2018 في جهاز البلايستيشن. بعدما تقومون برفع الملفات على الـ USB هكذا، تقومون برفع الملف هذا الذي نتج صاف داتا هذا على هذا الشكل. انظروا هاي صاف داتا. هذا الملف خاص بانتقالات اللاعبين وكل شيء. الآن نتوجه إلى جهاز البلايستيشن لنقوم بالتثبيت الباتش او البرو. للذين يحبون تثبيت اللعبة الذين ليست لديهم اللعبة سيقومون بتثبيت هذه. الان نتوجه الى جهاز البلايستيشن. السلام عليكم ورحمة الله. بعد وضع USB في جهاز البلايستيشن 3، الان نتوجه لمسح الباتش القديم. فانا كنتم في هذا الجهاز كذلك مركب باتش خاص 2019. هم باتش يوجد هنا، ها هو الباتش. انظروا الى مساحته، هانجي جيجا ونصف، ساقوم بمسح هذا. ثم نذهب الى هنا لتثبيت الباتش. لتثبيت الباتش نذهب الى هنا، قوم بالضغط. للاعضاء الذين لديهم برو إيفوليسيون على جهاز بلايستيشن لا يقومون بتحميل الملف الاول هذا، لا يقومون بتحميله لانه سيعطيك انه مثبت وهو خاص بلعبة برو إيفوليسيون. انظروا، ساحاول ان اقوم بتثبيته. انظروا، يعني مثبت برو إيفوليسيون. اما للاعضاء الذين ليس لهم اللعبه فهذه ملفات بيكاجي خاصه باللعبه كامله وبالباتش. نقوم الان بتثبيت الملف الثاني. سوف اقوم بتسريع الفيديو الى حين انتهائه. فهذا الملف فيه 2 جيجا ونصف. الآن بعد تثبيت الملف الثاني نقوم بتثبيت الملف الثالث. الملف
كانت فيه 3 جيجا و 200 امبي. سوف اقوم بتسريع الفيديو الى انتهاء من تثبيت الملف الجهاز. الآن بعد الانتهاء من تثبيت الملف الثالث، الآن نقوم بتثبيت الملف الرابع وهو قبل الأخير. الملف الرابع 2 جيجا تقريبا ونصف. سوف أقوم كذلك بتسريع الفيديو. الآن بعد تحميل الملف الرابع نذهب إلى الملف الخامس والأخير من هنا. هو الملف الخامس، ملف صغير. بعد تثبيت الملفات الآن نذهب لتثبيت ملف خاص بانتقالات اللاعبين لسنة 2020. نقوم بالدخول إلى هنا ثم نذهب الى اليو اس بي. هذه هي اليو اس بي، نقوم بالدخول اليها. نجد هذا الملف الذي قمنا بوضعه، نقوم بالضغط على مثلث ثم كوبي وننسخه داخل جهاز البلاي ستيشن. هو ملف صغير، هو الملف لقد قمنا بتثبيته هنا. وهو هذا الملف خاص بانتقالات اللاعبين، جميع اللاعبين. الآن نقوم بالدخول إلى اللعبة لنرى. انظروا في هذه اللعبة من فريق سولو جيمز. هذه مقدمة اللعبة، نقوم بالضغط على زر إكس. هذه الواجهة الرئيسية في اللوكايت. سأقوم بخفض الصوت. انظروا، هذه هي الواجهة اللعبة. فأنا عندي اللعبة باللغة العربية. أما للذين نصبوا على شكل ملفات بيكاتشي فهي لا تتوفر على اللغة العربية. ننظر هل كوتينيو في فريق بايرن ميونخ
أملا وإيكارديا اللي هو في فريق باريس سان جيرمان. نذهب إلى أول باريس سان جيرمان. إيكاردي هنا في فريق باريس سان جيرمان. نعم الذهاب إلى برشلونة إلى هاكيزون فريق برشلونة كذلك ريال مدريد الخامس رودريغيز ريال مدريد. أندرو كيزمان كذلك في فريق برشلونة. نذهب إلى فريق ريال مدريد. أندرو الخامس رودريغيز فهو في فريق ريال مدريد. يعني هنا الانتقالات الأخيرة. إنتر لوكاكو كذلك في فريق إنتر ميلان. الآن نذهب إلى مباراة قميص برشلونة الجديد لهذا الموسم. الملاعب انظروا إلى الملاعب، تم إضافة ملعب ريال مدريد واستاد الملك فهد في السعودية. انظروا أليانز ستاد، ملعب ريال مدريد كذلك موجود. هذه هي وجهة الزاوية. أهلا بكم سيداتي وسادتي، نحن اليوم على موعد مباراة كبيرة وقوية، آخر اللمسات قبل ضربة البداية. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، أطيب التحايا، نرحب بحضراتكم مع بداية هذه المباراة. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت. يسدد الكرة، هذا هو شكل اللعبة. وإلى هنا ينتهي الدرس لهذا اليوم الخاص بتركيب لعبة برو إيفوليسيون والباش الخاص ب 2020. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.